نشرة الأخبار من التناصح، والبداية بأبرز الأنباء. المجتمعون في برازافيل يؤكدون في ختام قمتهم على ضرورة حل الأزمة في ليبيا. وقرار من البرلمان المنحل بإنشاء مناطق عسكرية وفق مقترح من مجرم الحرب حفتر. وفي درنا الأمم المتحدة تعتزم إرسال فريق إلى المدينة لرصد أضرار الحصار. أهلا بكم. أصدر المشاركون في قمة برازافيل بشأن الوضع بليبيا بيانا ختاميا للقمة، أكدوا فيه على ضرورة إنعاش المساعي السياسية والدبلوماسية السابقة لحل أزمة البلاد. كما أعرب المشاركون في بيانهم الصادر مساء السبت عن قلقهم حيال الوضع الإنساني والأمني في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة تهريب البشر والجرائم. اتهم رئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح المجلس الرئاسي المقترح بالفشل في إدارة البلاد نظرا لكثرة عدد أعضائه واختلاف الوضع بينهم على حد تعبيره. وأضاف صالح في كلمته في أعمال القمة الإفريقية حول ليبيا بالعاصمة الكونغولية برازافيل أن الرئيس الرئاسي المقترح لم يكن مرشحا من البرلمان ولا من المؤتمر الوطني، ولم تتحصل حكومته على أي ثقة. وأشار صالح بأن البرلمان المنحل قرر ثوابت معينة لحل الأزمة الليبية مراعيا اتفاق الصخيرات وتعديله بما يرضي معظم الأطراف على حد زعمه. عقد رئيس وأعضاء لجنة الحوار بمجلس النواب المنحل اجتماعا مع أعضاء لجنة حوار ما يعرف بمجلس الدولة بالعاصمة الكونغولية برازافيل. وحضر افتتاح الاجتماع رئيس الكونغو ساسو نيجيسو ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى محمد، ومن ثم استمر الاجتماع بين اللجنتين دون حضور أي مسؤول دولي. أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي السبت دعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي لتجاوز الأزمة على حد تعبيره. وبحسب الخارجية التونسية فإن الجهناوي شدد خلال لقائه عددا من الأطراف الليبية على هامش أشغال اجتماع برازافيل على الدور المركزي لمنظمة الأمم المتحدة في الإشراف على مسار تسوية الأزمة وأهمية دور دول الجوار الرئيسية في مرافقة إسناد هذا المسار وفق قوله. وحذر الوزير التونسي من أن تشجيع أطراف ليبيا على حساب أخرى لا يخدم الحل في ليبيا ولا استقرار المنطقة، مشددا على ضرورة إشراك كافة القوى السياسية الفاعلة في البلاد. وبحث وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل الأحد مع عدة شخصيات ليبية وأعضاء من لجنة الحوار سبل تعزيز الحوار الشامل وتجسيد المصالحة بعيدا عن التدخلات الأجنبية. والتقى مساهل على هامش اختتام أشغال قمة برازافيل حول ليبيا على حدى كل من عقيلة صالح وفايز السراج وأعضاء من لجنة الحوار الليبية. كما شدد الوزير الجزائري في تغريدة له على ضرورة الحل السياسي للأزمة في ليبيا عبر حوار شامل ومصالحة وطنية. أكد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسلك ولد أحمد أن الأمن في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا وحول البحر المتوسط مرهون إلى حد كبير بعودة السلام إلى ليبيا. وأضاف في كلمة ألقاها في الاجتماع الرابع للجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا في برازافيل أن بلاده تعتقد أن حظوظ نجاح أي حل للأزمة في ليبيا يتطلب أخذ موقف الاتحاد الإفريقي واقتراحاته في الحسبان.
الاجتماع الثالث للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا بداية هذا الأسبوع في برازافيل، فيما وصف بدفع جهود المصالحة الوطنية في البلاد، يأتي في ظل العديد من المبادرات التي بات كثير منها لا يجد حتى من يقرأه أو يقرأ عنه. تقرير صالح سلامة للمزيد. لا تسأل عمن لم يحضر، ولكن سل عمن حضر من الأطراف الليبية إلى العاصمة الكونغولية. رئاسي مقترح من البعثة الأممية ومجلس دولة يبحث عن دولة ليكون مجلسا لها، ومجلس نواب منحل تفرق نوابه بين مستقيل ومقاطع وغائب وحاضر حضور توابيت الموتى، ولحق بالجمع آخرون متطفلون في جلباب الاستثمارات الليبية في إفريقيا التي توزعت بين تأميم ومصادرة. سبل تحقيق الاستقرار والمصالحة انتهت إلى حالة مختزلة في الرئاسي المقترح وتوابعه والنواب المنحل ومن يتبعه، بهدف تجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيق استكمال تنفيذ اتفاق سخيرات ودفع جهود المصالحة الوطنية في البلاد، في ظل العديد من المبادرات المطروحة التي بات كثير منها لا يجد حتى من يقرأه. مبادرات يشك أن يكون من خلالها للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة دور ملموس في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية للتوصل لتسوية تكون مقبولة للجميع، وأي جميع والجميع يدرك أن لا دور على الأرض لضيوف برازيفيل من الأطراف الليبية دائمة الهرولة بين باريس وروما وتونس والإمارات ومصر في سلسلة من الفشل المستمر. ومع بدء الاجتماع الثالث للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا بداية هذا الأسبوع في برازيفيل، فإن الفرقاء الليبيين المشاركين سيبدأون سلسلة أخرى من الاجتماعات في نيويورك أواخر هذا الشهر، مما يعني أن لا وقت لحملة الحقائب لاقتناص قليل من الراحة بين رحلة وأخرى. وأدان مسؤولون أفارقة مشاركون في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا ببرازافيل، أدانوا تضارب التدخلات الخارجية في محاولات تسوية النزاع الليبي بعد أكثر من شهر على مبادرة الرئيس الفرنسي بشأن حل الأزمة في ليبيا. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى محمد إنه لا شيء بات يضر بجهودهم لتسوية الأزمة الليبية أكثر من تضارب أجندات وأطروحات المتدخلين، مضيفا أن إفريقيا تعارض وبشدة هذه التدخلات الخارجية، داعيا إلى انسجام أفضل بين الفاعلين الدوليين لتجنب حالات الخلل والفوضى على حد تعبيره. ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي عادل الجوبير عددا من الملفات العربية والإقليمية من بينها الأزمة في ليبيا، وأعرب لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأحد في جدة دعم بلاده للجهود الإقليمية لحل أزمة ليبيا، وأكد لافروف دعم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية لحل أزمة الخليج. أعلنت جامعة الدول العربية عقد المجموعة الرباعية المعنية بليبيا اجتماعا في وقت لاحق من الشهر الجاري بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض نتائج اجتماع برازافيل. المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة محمود عفيفي في بيان على الموقع الرسمي للجامعة الأحد قال إن الاجتماع المرتقب سيبحث أفكار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لحل حالة الأزمة، والنظر في سبل تكثيف التنسيق القائم لمرافقة الليبيين في هذا الاتجاه في المرحلة المقبلة وفق البيان. تعتزم الأمم المتحدة إطلاق مبادرة دبلوماسية جديدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف في ليبيا، وأوضحت الباحثة الأمريكية إلسا ميلر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتزم عقد اجتماعا رفيع المستوى سيقدم خلاله خطة عمل جديدة في ليبيا، مؤكدة أن الملف الليبي سيكون من الملفات الرئيسية التي ستتم مناقشتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر الجاري.
أصدر رئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح قرارا بخصوص تحديد مناطق عسكرية، ونص قرار صالح على إنشاء مناطق عسكرية تابعة لميليشيات الكرامة ومتمثلة وفق قراره في منطقة الخليج العسكرية ومنطقة مصراتة ومنطقة طرابلس ومنطقة الزاوية. وحدد صالح خلال القرار الحدود الإدارية للمناطق العسكرية الأربعة في وسط وغرب البلاد بناء على عرض من مجرم الحرب حفتر. إلى درنا، حيث نفى مصدر مطلع من مجلس شورى مجاهدي المدينة نفى وقوع قصف جوي أو أي أضرار على قوات المجلس المتمركزة بمنطقة الظهر الحمر جنوبي المدينة. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن قوات شورى درنا لا زالت تحافظ على كافة تمركزاتها بالحدود الإدارية للمدينة، مشيرا إلى أن كافة المحاور تشهد هدوءا حذرا منذ أسابيع. هذا وكان المكتب الإعلامي لغرفة المختار التابعة لميليشيات الكرامة أعلن عن قيام طائرات الكرامة باستهداف مواقع لشورى درنا بمنطقة سيدي عزيز جنوب شرقي المدينة. وأكد مصدر من المجلس المحلي درنا الأحد أن فريقا من الأمم المتحدة سيزور المدينة المدة القادمة ليقف على الأوضاع الإنسانية فيها وما تعانيه في ظل الحصار. يشار إلى أن ميليشيات الكرامة تفرض منذ أغسطس الماضي حصارا خانقا على مدينة درنا مع إغلاق المنافذ البرية للمدينة منذ عام ونصف ومنع إدخال المواد الأساسية إليها. أكدت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلال الجراحة والحوادث فادية البرغثي أن المستشفى تسلم 3 قتلى وثمانية جرحى مدنيين جراء إطلاق أعيرات نارية عشوائية في أماكن متفرقة من مدينة بنغازي خلال أغسطس الماضي. وقالت البرغثي في تصريح صحفي الأحد إن من بين القتلى 3 طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بينما استقبل المستشفى 8 جرحى إصاباتهم متفاوتة. وأوضحت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلال أن هذه الإحصائية تخص مستشفى الجلال الجراحة والحوادث فقط. دعت السفارة الليبية في واشنطن الجالية الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية عامة وولاية فلوريدا بصفة خاصة إلى أخذ الحذر من مسارات إعصار إيرما الذي يجتاح عددا من الولايات الأمريكية. وطلبت السفارة في بيان لها وجهته إلى الجالية الليبية بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. عميد بلدية تاجورا يطالب بإجراء انتخابات للمجلس البلدي. Oh,
أهلا بكم مرة أخرى. طالب عميد بلدية تجرة حسين بن عطية طلب المجلس الرئاسي المقترح ووزارة الحكم المحلي بضرورة إجراء انتخابات المجلس البلدي قبل انتهاء صلاحية المجلس الحالي في مايو من العام القادم، ودعا بن عطية في رسالته الموجهة للرئاسي المقترح إلى بدء الاستعداد للانتخابات القادمة لبلدية تاجورا تحقيقا للديمقراطية وضمانا لمبدأ التداول السلمي على السلطة. وأشار عميد البلدية إلى أن القانون الليبي ولائحته التنفيذية لا يسمحان بتمديد مدة المجالس البلدية، داعيا في الوقت ذاته إلى إجراء الانتخابات في مارس 2018. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال يوم الأحد تتراوح بين 6 و7 ساعات، مرجعة ذلك لارتفاع درجات الحرارة. وكشفت الشركة العامة للكهرباء في إجازها اليومي حول طرح الأحمال أن التوليد المتاح للشبكة يقدر ب 4930 ميجاوات، وأن الحمل المتوقع على الشبكة هو 6500 ميجاوات، أي بعجز يقدر بحوالي 1570 ميجاوات. ودعت الشركة المواطنين إلى الترشيد في استهلاك الطاقة حفاظا على استقرار الشبكة العامة والتقليل من ساعات طرح الأحمال. مشاهدينا، نلقي نظرة على أخبار البلديات في فقرة البلديات. أعلن صندوق الزكاة زوارة الأحد عن إطلاق مشروع العرس الجماعي في المدينة نظرا للغلاء الفاحش وارتفاع تكاليف الزواج في الوقت الراهن. بلدية زوارة نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن مشروع العرس الجماعي أقيم تحت شعار طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويستهدف المشروع 10 شباب وفق ما ورد في بيان صندوق الزكاة. كما أضاف البيان أنه من المقرر اختيار الشباب الأكثر حاجة ومضمونة، وستكون الأولوية للشباب الأكبر سنا. كما حدد صندوق الزكاة النصف الأول من أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا للعرس الجماعي. عقد عميد بلدية زوارة الأحد اجتماعا حول ممثلي جمعية لا تيأس لذوي الإعاقة، وذلك لمناقشة مقترح التواصل وإمكانية الوصول لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير سبل الانتقال والتواصل معهم. بلدية زوارة نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تقدم الجمعية للبلدية مقترحا ومخططا مفصلا لخطوات العمل حسب المواصفات العالمية والفنية اللازمة ليتم تنفيذها. كما ستقوم البلدية بدورها بتعميم خطاب لكل الجهات والمؤسسات الحكومية بالالتزام بهذه المواصفات وتوفيرها في المقرات التابعة لهم، ووضع اللوحات والإشارات التوضيحية على المقرات بلغة الإشارة. أعلنت لجنة قبول طلبة الشهادة الإعدادية للراغبين في الدراسة بمعهد شؤون النفط بطرابلس والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية تواصل أعمال تسجيل الطلبة بكلية الهندسة صبراتة. بلدية صبراتة نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن اللجنة تعمل على استقبال ملفات الطلبة من بلديات المنطقة الغربية ابتداء من سرمان وحتى رأس جدير، حيث تستهدف اللجنة قبول 500 طالب على مستوى ليبيا، وتمكنت خلال فترة عملها من تسجيل حوالي 300 طالب على مستوى المنطقة الغربية. كما تم تحديد 19 من سبتمبر الجاري موعدا لإجراء امتحان المفاضلة بكلية الهندسة صبراتة. شهدت بلدية أبو سليم صباح الأحد جولة تفقدية على المحال التجارية والصيدليات من قبل رجال الحرس البلدي بالمنطقة. بلدية أبو سليم نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أنه تم خلال الجولة ضبط كمية من المواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، وتمت مصادرتها وفتح محضر بالخصوص ومخالفة المذنبين. كما أوصت البلدية المواطنين بالتأكد من صلاحية المواد قبل شرائها. التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني السبت مع رئيس مكتب المبيعات بصندوق موازنة الأسعار سرت عبد العالي القبي بمقر بلدية سرت. بلدية سرت نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن اللقاء تم من خلاله مناقشة سير عمل مكتب موازنة الأسعار في توزيع السلع التموينية على الجمعيات الاستهلاكية وتوزيعها على المواطنين. كما أكد القبي أن عدد الجمعيات الاستهلاكية بالبلدية 65 جمعية، موضحا أن 40 جمعية قد تسلمت حصتها من السلع
وأن عملية التوزيع مستمرة حتى الانتهاء من تسليم جميع السلع التموينية الموجودة في المخازن. عقد صباح السبت بديوان بلدية سرت اجتماع لمناقشة المشروعات المتعاقد عليها بخصوص صيانة المدارس، وذلك للإسراع في استكمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي. بلدية سرت نشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن الاجتماع ترأسه عميد البلدية مختار المعدني بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي بالإضافة لمدير مكتب المشروعات ومشرف مشروعات التعليم بالمدينة، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي بخصوص التجهيز للعام الدراسي القادم، من حيث توفير الكتاب المدرسي والمعدات المكتبية لكافة المدارس بالمدينة. أصدر قسم الشؤون الإنسانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الجمعة تقريره بشأن تداعيات الأزمة السياسية والإنسانية وأعمال العنف على الأطفال في ليبيا. التقرير أوضح أن أطفال ليبيا وقعوا ضحايا العنف والجريمة المنظمة والاختطاف وكذلك النزوح وأعمال العنف والأزمة الإنسانية، ما جعلهم يحتملون أعباء العنف وانعكاساته النفسية، مؤكدة أن ليبيا تمر بأزمة سياسية وحالة من الفوضى معربة عن استنكارها الشديد حيال ما آلت إليها الأوضاع في البلاد. هذا ويعيش الأطفال في ليبيا ظروفا صعبة جراء امتداد الحرب الدائرة والانقسام السياسي في المجتمع الليبي، ما ينذر بوقوع مأساة كبيرة في المجتمع ويكون ضحيتها الأكبر الأطفال. المزيد في تقرير الزميل مفتاح الشركسي. أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تقريرا حول تداعيات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية على كافة شرائح المجتمع الليبي، خاصة فئة الأطفال. التقرير جاء فيه أن ليبيا تمر بأزمة سياسية وحالة من الفوضى انعكست بشكل سلبي على الأوضاع الإنسانية والمعيشية على جميع فئات المجتمع، وبشكل خاص على فئة الأطفال الذين تأثروا بشكل مباشر وأصبحوا ضحايا العنف والجريمة المنظمة والاختطاف والنزوح وأعمال العنف، ما جعلهم يحتملون أعباء العنف بما يخالف قوانين حقوق الإنسان في العالم، ونتيجة لحاجتهم أصبحوا يعملون في نقل البضائع والمحال التجارية والبيع على الأرصفة والمهن الشاقة. من زاوية أخرى، أشار التقرير لغياب أي مؤشرات تلوح في الأفق لقرب نهاية الأزمة السياسية وحالة الانقسام السياسي والفوضى والاقتتال والعنف، إضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تمر بها البلاد، حيث لا يزال هناك قرابة 30,000 طفل في أنحاء البلاد يكابدون الألم والمعاناة والأزمة الإنسانية والمعيشية والصحية والنزوح، ما جعل كل أحلام الأطفال المستقبلية تضيع حسب وصف التقرير بسبب تدمير المدارس والمنازل وحياة التهجير. وجاء في التقرير أيضا مطالبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف ومنظمة أطباء بلا حدود بضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة للأزمة الليبية، على اعتبار أن الأطفال هم أكثر الفئات العمرية تضررا من ويلات الحروب. أوضاع آلت إليها حياة المواطن الليبي جراء الحروب الدائرة عصفت بحاضر الكبار وجاءت لتأتي على مستقبل الأطفال. إلى شأن آخر وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا، حثت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة لكهائل الجمعة سلطات ميانمار على احترام حقوق المدنيين خلال ما أسمته العمليات الأمنية. هايلي في بيان لها قالت إن الولايات المتحدة ستواصل حث ميانمار على إيصال المساعدات الإنسانية التي تعهدت بتقديمها للنازحين جراء أعمال العنف في إقليم أراكان في أسرع وقت ممكن. اعتبر الشيخ سامي الساعدي عضو رابطة علماء المغرب العربي أن ما يحدث للمسلمين الروهينجيا في بورما هي حملة تطهير عرقي، وينبغي على المسلمين أن يقفوا مع إخوانهم
ضد هذا العدوان. وأوضح الشيخ سامي خلال تصريح للتناصح أن بعض الحكام العرب تآمر مع أعداء الأمة وبعضهم عاجز، ولذلك يجب مخاطبة الأمة والشعوب المسلمة باعتبارها قوة يجب أن تقف بقوتها وأصواتها وأموالها لمناصرة إخوانهم الروهينجيا. هذا وقال عضو مجلس البحوث الشرعية بدار الإفتاء الليبية الشيخ محمد بوعجيلة في برنامج الإسلام والحياة إن المسلمين يوصفون من أعدائهم بالإرهابيين حتى وإن كانوا يدافعون عن أنفسهم. واستهجن الشيخ ما تقوم به مجموعات من البرميين من قتل للمسلمين الروهينجيا داعيا كافة الأمة لنصرتهم، مستغربا سكوت بعض العلماء عن قتل إخوانهم قائلا إن الغرب يعطي جائزة نوبل لمن يمعن في قتل المسلمين. يشار إلى أن جيش بورما البوذي قتل آلافا من سكان إقليم أراكان وحرق بيوتهم وهجروا المئات الآخرين. وعن موقف علماء الأمة الإسلامية حيث أدانوا المجازر التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجيا واعتبروا صمت المجتمع الدولي وصمة عار على جبين الإنسانية. تقرير الزميل عبد الحكيم محمد. لا زالت ردود الأفعال تتوالى من علماء ومشايخ الدول الإسلامية على ما يحدث لمسلمي الروهينجيا وسط صمت منظمة الأمم المتحدة والدول العربية ومؤسساتها حيال ما يحدث من مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينجا. فقد استنكر مفتي ديار ليبيا الشيخ الصادق الغرياني ما يحدث للأقلية المسلمة في تلك البلاد، معتبرا أن العالم يتحدث عن القانون الإنساني الدولي ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويستدعي مجلس الأمن الدولي للانعقاد لأجل أخطاء صغيرة، ولكن ما يحدث في ميانمار لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. وجاءت أكثر المواقف الدولية الرافضة لما يحدث في أراكان من تركيا، حيث أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة أعمال العنف في أراكان، وأدانت قطر وأندونيسيا وباكستان الإبادة الجماعية لشعب الروهينجا وازدواجية المعايير حين يكون الضحايا من المسلمين. ولو نظر مثقفو ومفكرو ومنصفو العالم الإسلامي نظرة موضوعية محايدة متفحصة بعيدة عن الأهواء والمغريات إلى الواقع المعاصر لوجدوا أن كل المآسي والويلات والمذابح والخراب والدمار والفرقة والتناحر الذي أصاب المسلمين كان بسبب تخاذل الحكام العرب وبيعهم لقضايا الأمة العربية والإسلامية. فالموقف الرسمي العربي افتقد حتى لعبارات الشجب والاستنكار والتنديد والإدانة واتخذ موقف المتفرج. لاجتماعات للجامعة العربية التي أصبحت أداة في يد العسكر، ولا بيانات من وزراء الخارجية ولا أي فاعلية من أي نوع. لن يكون هناك موقف مشرف للمسلمين إلا بتحرر تلك الشعوب أولاً من احتلالها الداخلي المتمثل في الأنظمة المستبدة. عندها يمكن لتلك الشعوب أن تساند وتتضامن وتدعم وتشارك في انتزاع حقوق المسلمين المغتصبة. أكد الدكتور خالد بن فهد العودة أنباء اعتقال الأجهزة الأمنية بالسعودية لشقيقه الداعية المعروف الشيخ سلمان العودة. كما أكد حساب منظمة القصد بتويتر خبر اعتقال الداعية السعودي الشيخ الدكتور سلمان العودة، وقام بنشر عدد من الرسائل الخاصة التي وردته السبت من أحد المقربين من الشيخ. وجاء في الرسائل المنشورة أن السلطات السعودية داهمت منزل العودة وطلبوا منه الذهاب معهم للتحقيق بشأن تغريدات الأخيرة التي أبدى فيها فرحه ببوادر المصالحة بين قطر والسعودية. شطبت منظمة الشرطة الدولية الانتربول اسم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي من قائمة المطلوبين بعد أن تبين أن التهم المزعومة التي وجهها النظام المصري إليه ملفقة. وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن شطب الانتربول اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين جاء بعد أن أجرت منظمة الشرطة الدولية مراسلات ومناقشات عديدة وأصبحت أكثر معرفة بما يجري في مصر. وأوضحت في بيان لها
أن كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية قد تم إغلاق ملفاتهم. وصل الإعصار إيرما إلى فلوريدا الأحد، وذلك بعد أن ارتفعت شدته إلى الدرجة الرابعة مع اقترابه من أرخبيل كيز في فلوريدا، وذلك حسب ما أعلنه المركز الأمريكي للأعاصير. وأصدرت سلطات الولاية أوامر بإجلاء أكثر من 6 ملايين شخص من السكان عن منازلهم خشية تعرضهم للخطر جراء هذا الإعصار. وكان الإعصار إيرما دمر جزيرتي سان مارتان وسان بارتيليمي في البحر الكاريبي، ثم ضرب كوبا مصحوبا برياح عاتية، وقد أدى إلى فيضانات في العاصمة وسبب دمارا في وسط الجزيرة وشرقها. نتابع معكم الآن أسعار صرف العملات مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي. إلى أبرز الأنباء. المجتمعون في برازافيل يؤكدون في ختام قمتهم على حل الأزمة بعيدا عن الخيار العسكري. البرلمان المنحل يصدر قرارا بإنشاء مناطق عسكرية جنوب وغرب ليبيا بناء على توصيات حفتر. الأمم المتحدة تعتزم إرسال فريق إلى مدينة درنا لرصد أضرار حصار المدينة. وأيضا عميد بلدية جورا يطالب بجراء انتخابات للمجالس البلدية. نشرتنا انتهت مشاهدينا، تصبحون على خير.